يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تعالج هذه البدعة التي تقع في العزاء وهي تجهيز الطعام والبقاء عند أهل الميت ثلاثة أيام، ونحن في قرية يفعلون هذا الفعل، وهل نغلق أبوابنا في العزاء؟ أعيد السؤال. يقول كيف نعالج هذه البدعة التي تقع في أيام العزاء من تجهيز الطعام والبقاء عند أهل الميت لمدة ثلاثة أيام، فنحن في قرية يفعلون هذا الفعل، وهل نغلق الأبواب في أيام العزاء؟ هذا ليس في قريتكم فقط مع الأسف، هذا موجود حتى في الرياض وانتشر في بلاد نجد، وهو لا أصل له، الواجب التخلص منه. السنة أن يصنع لأهل الميت طعاما بقدرهم، قدر حاجتهم، لأنهم مشغولون بالمصيبة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الزيادة عن ذلك وعمل ولائم وعمل وإحراج الناس، واللي ما يجيب عشاء باليوم الفلاني يعتبر مقصرا في حق الميت وأقاربه، هذا كله من الشر ومن الآثار والأغلال التي ألزموا بها الناس، يجب ترك هذا العمل. نعم.